دي مكرونه بالجمبري. تعالوا اوريكم ازاي نعمل مكرونه بالجمبري ويكون طعم الجمبري فيها باين جدا. هنجيب الجمبري ونحط عليه مرقه السمك من كنور، ملح وفلفل اسود، ونقلب كويس بعد ما نحط مقدار معلقه من الزيت. هنسخن الطاسه كويس جدا، بعد كده نحط الجمبري واحده واحده. اهم حاجه ان الجمبري يكون الراس بتاعته موجوده. هنحط بعد كده الثوم، كرفس، ونحط فلفل حار. دي اهم خطوه، هنضغط على راس الجمبري علشان طعم الجمبري بيكون متركز في الراس. هحط روزماري واحط عصير الطماطم، هقلب تقلبتين واحط مكعب من الزبده. بعد كده هحط الطماطم اللي انا مقطعها انصاف، هحط المكرونه وقلب تقلبتين، بعد كده اقدم الطبق. الف هنا وشفا.